وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، وكان وصول الوفد قد تأخر بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق اليوم في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا التي تسيطر عليها موسكو منذ آذار الماضي. يمضي فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارته لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وذلك رغم استهداف الطرق المؤدية للمحطة وفق تصريحات لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي الذي يقود الفريق بنفسه. نحن نتحرك على علم بالوضع الحالي. كان هناك نشاط عسكري متزايد حتى صباح اليوم ووقت قريب جدا قبل بضع دقائق فقط. أطلعني القائد العسكري الإقليمي الأوكراني على الوضع والمخاطر الكامنة فيه، لكن بالنظر إلى الإيجابيات والسلبيات وبعد أن قطعنا شوطا طويلا فإننا لا نتوقف، نحن نتحرك الآن. رئيس بلدية مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوروجيا النووية اتهم القوات الروسية بقصف مناطق في المدينة بالصواريخ والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، وذلك قبيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بإرسال فريقين من المخربين لمناطق قريبة من محطة زابوروجيا النووية، وبينت الوزارة أنها اتخذت التدابير اللازمة للقضاء على العدو وفق وصفها. زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا النووية جاء في إطار الجهود الهادفة لمنع وقوع كارثة نووية بعد أن تبادلت موسكو وكييف مرات عدة الاتهامات بشأن استهداف المحطة. المهمة الأساسية لبعثة الوكالة للمحطة تتمثل في تقييم الأضرار المادية التي لحقت بمرافق المنشأة النووية لتحديد فيما إذا كانت أنظمة السلامة والأمن الرئيسية والاحتياطية تعمل بشكل فعال. المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قال في تصريحات إنه سيحاول إقامة وجود دائم للوكالة في محطة زابوروجيا رغم تأكيد خبراء وعسكريين أن الضمانات الحقيقية لعدم حلول كارثة نووية تتأتى فقط عبر تحييد المناطق المحيطة بالمحطة من العمليات العسكرية. ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول دكتور عمر قناة من موسكو. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. وحتى الوكالة موجودة في زابوروجيا لا تزال الاتهامات المتبادلة من الجانبين الروسي والأوكراني بقصف المحطة أو محيط المحطة، ما هو المنتظر بالنسبة لك ومن قبل الجانبين الروسي والأوكراني من نتائج يقوم بها الفريق المعني المختص الذي وصل إلى زابوروجيا؟ تحياتي سيدي الكريم. يعني فعلا الخطوة الأهم باعتقادي اليوم أن وصول يعني البعثة الأممية لهذه المحطة، لكن بالنسبة يعني للاتهامات المتبادلة عندي هنا يعني بعض التحفظ، يعني من غير يعني المعقول أن روسيا هي من تقوم بقصف يعني هذه المحطة، وذلك يعني الواضح يعني بات واضحا بشكل جيد أن محاولات سلطة كييف لتسييس يعني هذا الملف للخروج يعني إلى قواعد جديدة أو حتى لتغيير الواقع السياسي أو جزئيا العسكري في المنطقة يعني من خلال استخدام هذا القصف يعني بات واضحا جدا. لكن يعني ما تنتظره اليوم روسيا باعتقادي هو يعني الانتقال يعني إلى مرحلة جديدة، وهو يعني التوعية أو يعني إيضاح الأمر للمجتمع الدولي بأن هناك فعلا يعني خطورة تسرب إشعاعي، كارثة نووية يمكن أن تحدق يعني في العالم
العالم والمنطقة الأوروبية بشكل خاص. فيما يتعلق في كييف، باعتقادي أن هناك يعني الكثير من الأهداف أو الرهانات يعني على هذا الوفد، وذلك من خلال العمليات الاستفزازية، وذلك لتدويل يعني هذا الملف في محاولات يعني ممكن لتغيير الحالة أو المعادلة السياسية. وهذا أيضا يعني بناء على الرغبة أيضا الغربية والأمريكية، والدليل على ذلك أنه لغاية الآن يعني لم نسمع أي تنديد غربي أو أمريكي على هذه يعني على عمليات القصف التي تقوم بها القوات الأوكرانية على محطة زاباروجيا وعلى محيطها أيضا. وكانت يعني قبل فترة أيضا يعني القصف كان الصاروخي على والمدفعي على المحطة الكهرومائية مايوفسكا، والتي هي تمد محطة زاباروجيا بنظام التبريد. فالمسألة يعني هي محاولات استفزازية نقل يعني المعادلة أو هذا الملف إلى مراحل أخرى من خلالها يمكن ابتزاز يعني المجتمع أو المنظومة الغربية من جديد وتدويل الحالة، وذلك يعني انعكاسا للوضع العسكري الذي يعني باء فشل والذي رأيناه خلال الأيام السابقة من محاولات يعني عسكرية في الهجوم على الجنوب يعني الأوكراني والذي القوات الروسية. فلذلك يعني أرى أن المسألة هي سياسية أكثر مما هي تقنية نووية في الوقت الحاضر. نعم، وما الذي تنتظره روسيا برأيك من وفد الوكالة حتى تستفيد منه سياسيا؟ يعني الاستفادة السياسية باعتقادي ليس هو يعني الأمر الأهم يعني للكريملين في المرحلة الحالية، ولكن يعني وضع المجتمع الدولي يعني على حقيقة الحال وما يحدث، لأنه يعني كوارث ما يمكن أن يحدث من خلال هذا القصف يعني لن تتحمله يعني على عاتقها فقط يعني روسيا بل كييف، وأيضا يعني من يناصر كييف وتدعم كييف بالأسلحة التي تطلق يعني على هذه المحطة. فلذلك يعني روسيا رحبت وهي أول من يعني أقدمت على استقدام يعني هذا الوفد وتأمينه، وأيضا يعني روسيا مع إبقاء جزء من هذا الوفد الأممي في المحطة يعني للمراقبة، لأن يعني المسألة يعني لا يمكن الاستهانة بها أو العبث يعني بأي مفاعلة أو منشأة نووية في المرحلة الحالية، وذلك بناء على يعني انتقاص أو على يعني تقاعس أممي أو يعني ردة فعل أوكرانية غير مبررة. وهذه يعني المسألة كلها يعني تدعوني للتفكير مرة أخرى أنه عدم وجود يعني أي حل سياسي أو حتى مبادرة سياسية من قبل الولايات المتحدة أو المنظومة الغربية هو ما يؤدي بنا إلى هذه الحالة. لكن يعني من جهة أخرى يعني ننظر لو أرادت يعني الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي يعني الضغط على كييف يعني قليلا لوقف يعني القصف على هذه المحطة لانتهت يعني هذه الأزمة. لكن الواضح التوظيف السياسي اليوم هو عنوان هذه المرحلة وهذا الملف بالذات. شكرا جزيلا لك دكتور عمر قناة، كنت معنا من موسكو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول.